السعودية فلتصرح، هي حرة أن تصرح فيما يعنيها لوضعها الداخلي، لكن أن تتدخل في مستقبل الشعوب وفي مسار الشعوب وفي تريد تمزيق الشعوب كما حدث في العراق. آخر تصريح كان للجبير أنه يتهم الحشد، الحشد الذي يشارك فيه كل أطياف الشعب العراقي، يتهم الحشد بأنه طائفي ويرفض تدخل الحشد في الموصل. وما دخلكم أنتم أيها السعوديون بما يحدث في العراق؟ أهل مكة أدرى بشعابها وأهل العراق أدرى بشعابهم. ليس خافيا على العالم اليوم أن السعودية ليست داعمة فقط للإرهاب، ليست داعمة للفكر الإرهابي فقط، بل هي ممولة له، مصدرة له، مصنعة له. الفكر الترهيبي والتكفيري اليوم بدأ يكفر كل من يخالف، حتى لو من داخل الوهابية مثلا، بدأ يكفر كل من لا يروق له، ثم يهدر دمه ويحلل قتله، يحلل اغتصاب، يحلل كل شيء كما يروق له ولوعاظ سلاطينهم. فكر داعش ليس جديد في هذه الأمة، هو فكر كان منذ البداية، منذ وفاة الرسول. أول داعش ربما هو خالد بن الوليد الذي وقعت الحرة، وما فعل بمالك بن النويرة، كلها أخلاق داعشية. الفتوحات الإسلامية التي يدعون أنها فتوحات إسلامية كانت كلها على طريقة داعشية. لهذا لا نتعجب أن نرى اليوم هناك دواعش، هذا الخلف من ذاك السلف. نحن لا تستفزنا التصريحات السعودية إن كانت داخلية، هذا شأنهم، ولا نتدخل في الشؤون السعودية، لكن يهمنا أن لا تتدخل السعودية أو تركيا أو أي بلد ثاني في مصلحة العراق. علينا أن نضع النقاط على الحروف أولا قبل أن نقرأ السؤال أو نجيب عليه. من هم السنة؟ هل السنة هم داعش؟ إن كان السنة هم داعش فلماذا يقتل داعش السنة؟ هذا أولا. ثم لماذا على الحشد الشعبي أن يترك الشباب، يتركون عوائلهم وزوجاتهم وأمهاتهم ويذهبون إلى الموصل ليقتلوا السنة؟ السنة النازحون هم في المدن الشيعية، السنة النازحون هم في كربلاء، في النجف، في الكاظمية، في كل مكان. أليس من الأسهل أن نضع لهم سما في الأكل ونقتلهم؟ لماذا يذهب شبابنا ويضحي بدمائه إلى تلك المدن ليطهرها؟ أنا لا أقول فقط ليحررها، بل يطهرها من دنس داعش. داعش ليس سنيا، ومن يدافع عن داعش هو إرهابي، ليس السنة من يدافعون عن داعش بل الإرهابيون. إن كان هناك من يدعي أن هناك في الحشد من غير العراقيين فهو كاذب، ليس خاطئا فقط بل كاذب. هناك ربما مستشارين عسكريين من مختلف البلدان، حتى من الولايات المتحدة، حتى من بريطانيا، هناك مستشارين عسكريين. العراق كبلد جديد، بلد ناشئ، لا زال 13 سنة فقط تفصلنا عن النظام الفاشي البائد، نظام صدام المقبور. بلد جديد بحاجة طبعا، وبالطبع هو بلد العالم الثالث، نحن بحاجة إلى مستشارين عسكريين هناك من مختلف البلدان، ونرحب بأي مستشار عسكري يساعد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هذا مرحب فيه. لكن أن يتدخل هناك، أن يتدخل في قرار ومصير العراق، فهذا مرفوض. كما دخلت القوات التركية إلى بعشيقة وإلى الأراضي العراقية فهذا مرفوض، كمستشارين رسميين يدخلون عن طريق الحكومة فهذا مرحب به، لكن كحشد عراقي منتمي إلى الجيش العراقي، إلى القوات الأمنية الرسمية العراقية، فليس هناك من غير العراقيين مطلقا، ومن يدعي هذا فهو كاذب.